نعم. شيخ أحسن الله عليك، هل من قال من حل من قال عليها الطلاق أو علي بالطلاق هل هو حلف بغير الله أو عليه الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له، وقال له الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل نقول إن الرسول حلف بغير الله؟ أجب. طيب، الحلف أن يقسم الإنسان بالحروف، حروف القسم المعروفة. حروف القسم المعروفة كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء. لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يمينا، مثل إذا قلت حرام علي أن أتكلم مع فلان، هذا ما هو حلف بالله، ما هو حلف بالحرام، هذا بمعنى الحلف، لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه، وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع، ولهذا لا يعتبر حلفا بغير الله، ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين. نعم. ها؟ وكذلك عليه الطلاق، إذا قصد المنع ما قصد الطلاق حقيقة فهو يمين، يمين أي في حكم اليمين وليس حلفا بالطلاق. نعم. ليس شرك أصغر يا شيخ؟ ها؟ ما هو شرك أصغر؟ أي الحلف عليه الطلاق ولا عليه؟ لا لا لا، ما هو شرك أصغر.